أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ظهرت في الآونة الأخيرة الهجمات الشرسة على السلفية في الإعلام أو من الأحزاب واتهامها بالجامية أو غيرها من الألقاب، فهل من توجيه في ذلك؟ أولا الجامية هذه ما نعرفها، أنا ما أعرف الجامية هذه، ما هي فرقة من الفرق ولا لا مذهب ولا ما، هذه ابتدعوها ما لها صحة. ثانيا السلف لا شك في فضلهم وهم القدوة، والله جل وعلا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولما ذكر افتراق الفرق قال: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الاقتداء بالسلف هذا أمر واجب، ولو إن بعض الصحفيين أو بعض السفهاء تطاولوا على السلف وقالوا: حنا مالنا وللسلف، حنا عصرنا الحاضر، واتركوا عنا السلف، واتركوا عنا الفتاوى القديمة، واتركوا عنا، هذا قطع للمتأخرين عن السابقين، هذا قطع لآخر الأمة عن أولها والعياذ بالله. فلا بد من الاقتداء بالسلف، ولا بد من السير على منهاجهم، ولا نجاة لنا إلا باتباع السلف. فلا نلتفت إلى هؤلاء السفهاء أو هؤلاء المغرضين أو المنافقين، لا نلتفت إليهم. نعم.